إيميرو إك نورويت، أو في قراءة أخرى إميور إك نورويت، يعني المشرفين بتوعك، بتوع البوابة أو اللي على البوابة، المشرفين اللي أنت حاططهم على البوابة يعني. طيب هنا أدي الميم وأدي الراء اختصار إمير، وطبعا هنا الجمع يبقى إيميرو إيميرو. البعض بيفضل قراءتها إميور وفقا لنصوص أخرى جت وردت فيها بالصيغة دي، يعني إميور أيا كان أمراء، يعني جاي منها أمراء غالبا، بس هي معناها مشرفين يعني الناس الكبار يعني المسؤولين. هنا المخصص طبعا الأمير ده أو المشرف، أدي واحد منهم، وبعدين واحد اتنين تلاتة جمع يعني مشرفون. يبقى هنا دي معناها مشرفون، إك بتوعك المشرفين بتوعك أهو، إميور إك أو إميرو إك المشرفين بتوعك. نو أدي النو مخصوص بذاته كنطقا، فيبقى هنا نو بتاع، بتوع هنا هيبقى عشان دول جمع، يبقى المشرفون بتوعك بتوع، هنا الراء وهنا تأكيد الراء اللي هي اتحولت فيما بعد في الليت بالذات يعني اتحولت إلى لام، الراء واللام حتى لحد النهاردة النبيين اليابانيين عندهم نفس القصة الراء واللام، يقول لك مثلا كولا كوكا كولا يقول لك كورا، عايز اشرب كولا كورا نوميتايندس كورا نوميتايدس، الاثنين ممكن. هنا الكولا بينطقها كورا، الره واللام نفس القصة المصرية القديمة، الره واللام الابدال بينهم موجود حتى في الياباني. طيب هنا دي ر، بعدين واو، ادي الواي الاثنين اي يعني اثنين اي كانها واي، فهنا رويت، ادي الت رويت يعني ايه؟ يعني بوابة، بوابة اهو المخصص اهو، بوابة اهو بيت اهو له بوابة، تمام؟ يبقى ما تنطقش دي خالص، ها دي بوابة بس. طيب يبقى هنا ايه؟ حتى لو لها نطق مش هننطقها، طبعا احنا عارفين نطقها بير، بس مش هننطقها هنا خالص، هنا جاية مخصص من غير صوت عشان تدل على كلمة بوابة. طيب يبقى هنا الرويت يعني ايه؟ في البوابة او على البوابة، على البوابة، يبقى المشرفين بتوعك على البوابة، يبقى إميور إك نورويت أو إميرو إك نورويت، إميور إك نورويت مشرفينك اللي على البوابة أو المشرفين بتوعك بتوع البوابة.